نبي حنا بالعادي كواني نور شلع زادي جناني عند السويس واستناني علشان نزور طه الرسول. الكلام نفسه جايبين منين الكلام ده اصلا؟ طبعا الكلام ده بيجوا برضو من الوالد والناس برضو القديمة أمامنا زي واحد اسمه الجندي. ده مؤلف الكلام ده طبعا. مؤلف مداح. والشيخ رنان الله يرحمه مؤلف برضو للكلام. كان حلو.